تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد من خلال توجيه عدة قوافل لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والأشد احتياجا بنطاق مديرية الأمن على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك في إطار الدور الذي تطلع به الوزارة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين. مسيرة الدور الاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية تتواصل تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فقد تم تنظيم قوافل من المساعدات العينية المتنوعة، بطاطين ومواد غذائية لإهدائها للمواطنين بالمناطق الأشد احتياجاً والمناطق الحضرية الجديدة على مستوى الجمهورية. كلنا واحد، قافلة الخير، انطلقت محملة بالمساعدات العينية إلى عدد من المناطق الحضرية الجديدة مساهمة من وزارة الداخلية في دعم قاطني تلك المناطق، والتي تسعى الوزارة دائماً لتخفيف الأعباء عنهم بمثل تلك المساعدات والتي تتسم بالاستمرارية، وهو ما أشاد به المواطنون هناك. بنفرح وانتوا واقفين معانا ومش سايبيننا، حتى بتقولنا عندي شقه ادونا الحاجه كمان واحنا مرتاحين ومبسوطين، وربنا يبارك لكم يا رب ويخليكم. ونشكر سياده الرئيس، ربنا يخليه لينا. نشكر سياده الرئيس في المبادره الجميله بيعملها لنا، بطاطين اللي بتجيلنا. المبادره دي الناس كلها بتحبها يعني بتتمنى ان هي تبقى موجوده على طول. نشكر المبادره اللي بتعملوها لنا، بيجيبوا لنا بطاطين وبيجيبوا لنا كراتين. ونشكر وزارة الداخلية. الداخلية واقفة جنبنا، بتساعدنا في بطاطين، في كراتين، واقفة جنبنا في كل حاجة. وإلى المناطق الأولى بالرعاية بنطاق مديريات الأمن، توجهت قوافل المساعدات العينية قاطعة مسافات كبيرة لضمان وصولها لمستحقيها، وهناك استقبلها المواطنون بترحاب كبير في ضوء حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم والمساندة لقاطني تلك المناطق. الله ينصرك يا ريس، الله ينصر الداخلية، ربنا يبارك لك ويخليك لنا يا رب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. ووجهت مديريات الأمن مأموريات إلى عدد من المناطق الأشد احتياجاً بنطاقها، تولت توزيع المساعدات على المواطنين هناك. أنا اللي دايماً ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد. كما توجهت مأموريات إلى المنازل في المناطق الأولى بالرعاية بنطاق مديريات الأمن لضمان وصول المساعدات لمستحقيها. ربنا يخليهولنا يا رب، يبارك لنا فيه وصحته ويطول في عمره يا رب. والله والله ما فيه ريس عمل اللي عمله، اقسم بالله، وانا بدعي له. انا داخل على 70 اهو، بدعي له من كل قلبه. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطه وشعب. ومن منطلق حرص الوزاره على تقديم الدعم لكافه فئات المجتمع، توجهت مأموريات إلى دور رعاية المسنين وتوزيع مساعدات على قاطني تلك الدور، وهو تقليد إنساني تحرص عليه الوزارة. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل. وتأتي تلك المساعدات في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لا سيما المناطق الأولى بالرعاية.